بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. حكم استخدام الحقنة الشرجية في الصيام. يجوز استعمال الحقنة الشرجية لمن ابتلي باستعمالها في الصيام وصومه صحيح، مع استحباب القضاء بعد ذلك لمن استطاع خروجا من الخلاف. فالحقن الشرجية مذهب جمهور العلماء فيها أنها مفسدة للصوم إذا استعملت مع العمد والاختيار، لأن فيها إيصالا للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح. وذهب بعض المالكية إلى أنها مباحة لا تفطر، وهو وجه عند الشافعية قاله القاضي حسين، وفي قول آخر عند المالكية أنها مكروهة. وبناء على ذلك فيمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتلي بالحقنة الشرجية في الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذ صحيحا ولا يجب القضاء عليه، وإن كان مستحبا خروجا من خلاف جمهور العلماء أن يقضي هذا اليوم إن استطاع إلى ذلك سبيلا. والله أعلم.